أينما ذهبت أو التفتت عيناك هنا في مديرية التحيتة لن تجد غير صور الأطفال الذين أنهكهم الجوع وسوء التغذية في واحدة من أسوأ صور الحرب والمجاعة التي تعاني منها مناطق كثيرة في اليمن منذ سقوط الدولة وسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع على البلاد. مئات الأطفال في المديرية المنسية من كل شيء باستثناء الجوع الذي يفتح فمه باتساع ليلتهم أجسامهم التي لم تذق بعد طعم الحياة. هنا يجب أن تصل المأساة إلى نهايتها وتتوقف الحرب من أجل هؤلاء الأطفال فقط. ليست هذه الصور إلا جزءاً من مأساة عميقة ما زالت تلوح ملامحها في الأفق. هنا حالة تلخص مدى قبح الحرب التي بات السكان جراءها عاجزين عن توفير الطعام والماء ويعيشون بدون كهرباء بعد توقف الخدمات الأساسية. هنا تتوقف الكلمات وتفقد معناها وتتحول المسؤولية إلى لحنة تحل على رؤوس من تسببوا في تجويع اليمنيين وترقيعهم. عشرات القرى باتت ترزح تحت خط الجوع ومؤشرات المجاعة في محافظة الحديدة التي تصنف كواحدة من أكثر محافظات اليمن فقراً وبؤسا. وهنا تبرز التناقضات المخيفة والأسئلة المعلقة حول كيف يمكن لما كان يعرف بسلة اليمن الغذائية أن تتحول إلى أحد أكثر بؤر الجوع في البلاد. أطفال لم يعودوا سوى أشباح لا يكسو عظامهم غير الجلد وينتظرون الموت ولا يملك الأهالي غير الدموع والحسرات في بلد يصنف بأنه ثاني أسوأ بلد في العالم من حيث التغذية. وتحتل محافظة الحديدة المرتبة الأولى بين محافظات اليمن في معدلات سوء التغذية بين الأطفال ما دون سن الخامسة بحسب تقارير المنظمات الدولية. الأرقام لا تكذب، فبحسب آخر مسح ميداني لمنظمة اليونيسف يعاني 32% من أطفال المحافظة سوء تغذية، منهم 10% يعانون سوء التغذية الحاد الذي يؤدي إلى كثير من المضاعفات منها الوفاة. منذ أكثر من عام والأمم المتحدة تقول أن اليمن على حافة الكارثة، وإن 21 مليوناً من سكانه البالغ عددهم 26 مليوناً في حاجة لمساعدات إنسانية، وأكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية، لكن لا أحد يلتفت إلى تلك النداءات ولا يكلف نفسه حتى عناء التفكير في مدى كارثية الوضع.